ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد. طبعا النهارده الناس مستغربه ان انا مبسوط بالتفاعل بتاعكم على الفيديو اللي فات. قبل ما نبدا بس هنقول لكم احنا هنتكلم النهارده عن مين. النهارده هنتكلم عن احمد حسن وزينب. هنتكلم في مواضيع كتير قوي، هنتكلم ازاي بداوا وازاي وصلوا للشهرة بتاعتهم، ولو عايزين تعرفوا برضو رايي في المحتوى اللي هو بتاع الكابلز او ان انت هتطلع بواحده، التحديات الكلام دوت، في كلام كتير قوي ان شاء الله هيبقى في الفيديو. فزي الفيديو اللي فات بقول ان الفيديو دوت دردشه مع الناس اللي بتحب عبد الله جامب، فاهمني؟ طبعا نعرض الكومنتات الجميله اللي جت للفيديو اللي فات. عشان اعرض الكومنت بتاعك الفيديو اللي جاي فحاول بسرعه تلحق تكتب كومنت بسرعه، لان انا باخد بس اول 20 كومنت. انا خليتهم 20 كومنت لان الكومنتات ما شاء الله كانت كتيره وكان التفاعل كتير قوي. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك، تمام؟ عشان اللايك هيفرق معايا جامد قوي، والله العظيم فعلا فرق معايا ان انا اكون انسان محترم. انا كده محترم بس عشان الشتايم فرقت معايا وحسيت الناس حبتنا اكتر. وفي كان في كومنتات جميله جدا اللي هو ايه ده، اول مره اشوف عبد الله بيتكلم باحترام، بس بجد عجبتني وكمل كده وخليك دايما هادي ورزين، فانا كنت مبسوط جدا. واعمل فيديوهات رياكت يا جامبو، اعمل فيديوهات رياكت. بص انا هعمل فيديوهات رياكت بس بمزاجي، تمام؟ يعني لو انت مش عاجبك ان انا بعملش فيديوهات رياكت ممكن عادي يعني تلغي اشتراكك في القناه، والله انت على راسي من فوق. ولو عاجبك اعمل المحتوى اللي انا بقدمه دلوقتي او اي حاجه انا بتكلم فيها فانت كده كده على راسي من فوق، وبحبكم جدا يا حبايب قلب الجامبو. طيب الناس كلها عايزه تعرف بدايه احمد حسن وزينب، وليه النهارده بس جاي اتكلم في موضوع احمد حسن وزينب. طبعا لو انت نايم لنا ومش متابع السوشيال ميديا، فمن امبارح داير جدل كبير جدا على السوشيال ميديا على احمد حسن وزينب. طب هو ايه اللي اتغير يا جامبو او ايه اللي حصل جديد؟ اللي حصل جديد ان في متاجره، الناس بتقول ان في متاجره بوالد زينب. والد زينب طبعا احنا ما بنشمتش في اي حد، وطبعا في الحاجات اللي هي الحزينه كده هوت لازم طبعا كلنا ايه نقول ربنا يرحمه وربنا يسكنه فسيح جناته، برده راجل يعني انسان مسلم، فاهمني؟ فبرده لازم ندعي له بالرحمه والمغفره. ولد احمد، ولد زينب توفى امبارح. اللي ضايق الناس بقى واستفزهم ان انت دلوقتي يعني والدك متوفي، فاكيد انت في حاله مثلا اكتئاب او حاله خنقه، لان ده والدك. يعني اي حد لو لا قدر الله اي حد مننا لو والده توفى ومات، فانت ذات نفسك بتبقى مخنوق، بتدعي له بالرحمه، بتقرا له القران، بتعيط شويه، بتتضايق، بتبدا تفتكر ذكريات، فما بتكونش فاضي لاي حاجه. فاللي استغربناه ان احمد حسن وزينب عملوا فيديو امبارح 10 دقايق، واللي استغربت برضو الهبل والعبط ان ده مثلا يا عم خلاص اوكي انت بتشارك الحزن مع الفانز بتوعك، ده رايي انا. فمش شرط ان انت في الاول تقول اهم حاجه اللايك والشير، انا مش فاهم يعني ازاي لايك وشير يا انسان براس بخاخه براس حمار، ازاي بتقول لايك وشير ووالد زوجتك متوفي؟ انت في ايه ولا في ايه يا ابني؟ انت في ايه ولا في ايه؟ انت طالع مثلا اوكي يا عم هنحسن النيه، مش هقول زي الناس التانيه ان انت طالع تتاجر بوالد زينب او ابوها الذي توفى، وان انت طالع بس تقول الناس خبر الناس عشان يدعوا له مثلا، فاهم؟ انت عندك فانز كتير فلو دعوا له دي حاجه حلوه جدا، دعوات كتير قوي لحد متوفي دي حاجه جميله جدا طبعا، حسنات وكده هوت ومغفره، وان هم يدعوا لوالدها ان هو يدخله فسيح جناته ويرحمه، فدي حاجه حلوه جدا. طب ليه اللايك والشير؟ فدي حاجه خنقت الناس جدا. بعدين طالع بقى فاهم اللي هو ايه، كان اتكلم في ان زينب تعبت جدا والاجهاد باين على وشها. طبعا هو طلعها من غير ميك اب، عشان طبعا الواحده لما تكون من غير ميك اب بيبان قوي عليها الجهد على وشها، خاصه هي لو يعني لو اقول لك بلاش عشان ما حدش يزعل. المهم يعني كان باين الجهد على وشها، وان هي كانت بتقول ان هي كانت حامل في بين توأم والتوأمين سقطوا، لان كان في جهد مبذول على الجسم وخنقه وتعب نفسي فاضطر ان الايه الجنين ينزل. طيب فهو دوت الجدل اللي داير، وانا قلت رايي فيه بصراحه، اتضايقت جدا من الحته ديت اللي هو عملها في الاول، تمام؟ وانا ممكن يكون بحسن نيه ان هو مثلا عايز يقول للناس يدعوا لوالدها، بس ليه ما تنسوش اللايك والشير يا اطفالي يا احبابي يا اندر ايجي يا كده اهوت، وتقعد تقول لهم لايك وشير؟ فدي خنقت الناس جامد قوي، وكله قال ان انت طالع بتتاجر بوفاه والد زينب، تمام؟
طيب احمد حسن كانت بدايته ان هو كان بيعمل فيديوهات زي ما بيقولوا كده، ايه حط شويه شيبسي على بيبسي يطلع لك مثلا كائن غريب او محتوى غريب ونزل للناس، اعمل شويه سمك مشوي على شويه ضفادع تمام يطلع لك كائن مشوه قدمه للناس، والناس بتتفرج وتقول ايه سبحان الله سبحان الله، ما انا اكيد هتفرج عليك يعني مش اكيد مش هتطلع لي محتوى كويس، لا انت بتقدم محتوى بيض حتى فاهم. فهي دي كانت بدايته. بعد كده اتعرف على زينب اللي هي كانت مع نادر الكوميلي، بعد كده اديته على عينه. طيب كملوا مع بعض عملوا فيديوهات، بعد ما كملوا مع بعض وعملوا فيديوهات، ايه يا بنتي طب انت حلمك ايه؟ حلم ان انا اتشهر، وانت حلمك ان انت تتشهر. ما تقوليش بيحبوا بعض، دي زرطه كبيره قوي، دي زرطه كبيره قوي، ما تقوليش بيحبوا بعض، مش باين خالص ان هم بيحبوا بعض، دي مصلحه شغل يا باشا. بس فاهمني هتبقى ايه لما اعمل مع واحده غريبه انا مش متجوزها، ناس هتتكلم تمام، احنا كعرب ناس تتكلم، تتفرج على واحد اجنبي الله كيوت وتشهر على الواتس، لقيت واحد عربي مثلا بيعمل لفلفه مع ايه القرف ده، ايه الخرا ده، ايه ده، ايه انت يالا انت غبي يالا انت ايه شارب حلب حصى على الصبح فاهمني، بس اجنبي عادي. فده طبيعه الشعب المصري، فبالنسبه لهم كان او الشعب العربي فكان بالنسبه لهم حاجه غريبه. فاتجوزها وبداوا يعملوا فيديوهات مع بعض. انا ماليش دعوه باي فيديوهات هم بيض مش بيض، دي ماليش دعوه بيها، انا اللي اعترضت عليه وكلكم شفت الفيديو دوت. الفيديو ده كان من سنه اعتقد، كان في العيد الكبير، ان هو كان طالع بمراته وهي لابسه مايوه في حمام البسين. يعني انت شلتي حجاب وقلنا خلاص عادي اوكي ليك حريه الشخصيه، مع اني يعني انت بشعرك من الاول اوكي، بس ما تبقيش بحجاب وتخلع فاهمه، بتبقى حاجه صعبه. والله اعلم ممكن يكون عندها ظروف، انا ما بحبش اظلم اي حد تمام. بعد كده طلعت يعني انت وهي بالمايوه، انت ايه ايه اخبار القرايل عندك؟ القرايل وصلت لعم محمود في الدور العاشر فاهمني، فاستغربت يعني اوكي طلعها معاك يا عم فيديوهات بادب واحترام. يعني انا بحب جدا او مش بحب جدا، يعني ما اقدرش اتكلم مثلا على جبس مصر ليه بيطلع مراته بادب واحترام معاه، مش شايف اي حاجه قله الادب. بغض النظر في ناس تانية بتعمل حاجات قله الادب فاهم عشان يتشهر، واللي هو يا غبي يا متخلف دي مراتك، حد يطلع مراته بالصوره السيئه دي؟ اوكي طلع مراتك معاش بادب واحترام، طلع صاحبتك بادب واحترام، بحبيبتك بادب واحترام، بس بلاش بقى شغل الاحضان والبوس والخرا دوت. وفي حاجات بتبقى ساعات اوفر، يعني ممكن ما بقاش قله ادب، يعني في قله ادب احنا متفقين ده غلط، في حاجات ساعات اوفر بيض بتبقى زي الخرا، انا اصلا بكرهها جدا، في مقالب كتير قوي كده كابلز تمام. وانا مش هعمل زي الناس التانية اقعد اقول لك الحبس والحكومه ومش عارف ايه، انا عايز بس اقول لك حاجه، اللي بتقول الحبس والحكومه وهكذا وهكذا، انت ذات نفسك يا اللي عامل قناه مثلا اخبار تمام، انت ذات نفسك اصلا لو ما لقيتش المعوقين بتوع التيك توك والحاجات الهبل اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا، انت ذات نفسك مش هتلاقي ماتيريال جديده. وانتوا عارفين الجامبو يا جدعان ما بيتكلمش كده وخلاص، انتوا من اول ما تابعتوني في القناه عارفين الحمد لله ان انا بتكلم بمعلومات ومش بتكلم اي هبل وخلاص. انا لو حاجه وحشه وهتيجي عليا انا بخراب انا بقول ان الحاجه دي خرا وما تنفعش، بس انت ذات نفسك اللي بتعمل قناه الاخبار دي بتقعد تقول احبس 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 احبس، انت لو كل ده اتحبس انت مش هتعمل، مش هيبقى عندك كونتنت، لان انت اصلا بتطلع تقول اخبار يعني بناء على حاجه حصلت، فالحاجات دي مش هتكون موجوده اصلا عشان تعمل عليها رياكت او تقول عليها كومنت فاهمني. فانت مش مختفي يعني، ولا حتى دمك خفيف ولا بتقدم قصص فاهمني ولا اي حاجه، انت وكل اخبارك جرائم لا مؤاخذه فسق وفجور وقله ادب وبتاع، وتحط صوره مصغره فما تقعدش تهري كتير فاهمني، تقول حبس وحبس، مش اي حد يتحبس تمام. يعني احنا قلنا مواد الادب او تتحبس، سما المصري او تتحبس فاهمني، بس في حاجات ما مش لازم فيها الحبس، بحس ان انتوا اوفر فشخ تمام. وبعد ما عمل حوار نرجع تاني، بعد ما عمل حوار البسين دوت كل مصر اتقلبت عليه، ودايما احمد حسن عايز يجيب فيو يا عم، المليون فيو بتبقى حلوه جدا، مش عارف هو عايز بقى اكتر واكتر واكتر، فبيعمل حاجات غريبة عشان الناس تشتم فيه. هو مش تفرق معاه بقى، مشهور بحب الناس بالشتائم الناس مش تفرق معاه. طبعا الاطفال اللي عنده ما شاء الله اكبر بيطبلوا، لان الاطفال الصغيرة بيبقى عندهم نظرية العبادة استغفر الله العظيم، ان واحد مثلا بيقدم محتوى على الانترنت فانا معاه في الغلط وفي الوحش انا هقعد ايه اعبده فاهمني، ما فيش عقل اصلا، طفل صغير فاهمني. وفي بغض النظر برضو ان في ناس كبيرة على فكرة بتتابعهم، انا بشوف ناس كبيرة بتابعهم فاهمني. فهي دي النقطة كلها. بعد كده برضو صور مراته بأوضاع غريبة، وهو حاطط لمؤاخذة دماغه كده في بطنها وهي مش في بطنها، ده في الكوكو قنص قنصني فكان منظر برضو غريب جدا.
وبعد كده طلع قعد يعيط انا هعتزل السوشيال ميديا، وما اعتزلش طبعا لاجل الجنيه، مش هيعرف يعتزل اصلا، ده يا باشا عامل زي البودره مش هيعرف يعتزل خالص. بعد كده بقى مرت برضو احداث كتير قوي بيعملها بغرض ان هو تبقى حاجه غريبه فالناس تتضايق فالفيو عنده او الريتش يعلى تاني، تمام، لحد الحوار بتاع امبارح دوت الناس اتضايقت منه جدا ان هو بيتاجر، بيقولوا ان هو بيتاجر بوفاه والده زوجته اللي هي زينب. ودوت كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيا رب الفيديو يكون عجبكم، وزي ما قلت لكم انا مبسوط جدا اقسم بالله العظيم انكم، مبسوط بكل راجل محترم عامل لي فولو على الانستجرام، الناس اللي بتعمل لايك، الناس بتكتب كومنتات، فاكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين افكار ايه. بص الشانل دي بتاعتكم، فاهم، احنا اخوات يعني، القناه دي بتاعتكم قبل ما تبقى القناه بتاعتي، فاكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين ايه، تمام. وتنسوش اللايك الجميل، ولو انت جديد انزل اشترك في قناه عبد الله جامو من تحت، وشغل زر الاشعارات خليه كل اشعارات عشان يجي لك كل جديد. ولو عندك اي موضوع معين عايز تكلمني فيه تابعني على الانستجرام هنا او هنا، وسلام.